طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. استاذ شرف قباس، دكتور سليم الجبور قباس. اخي كل العرب السنه في السلطه عباره عن قباس، يجملون المشهد، كل واحد يحاول ان يرضي جماعته يحصل له كم وظيفه. نحن لسنا جزء من صناعه القرار والسلطات، هل حكي باقي كله كلاوات؟ كل العرب السنه في السلطه عباره عن قباس. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يوم أمس التقى رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف بعد توتر العلاقة بينهما على خلفية التحالف الذي أعلن في وقت سابق بين ائتلاف سائرون التابع لمقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يتزعمه القيادي بميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري. طبعا مصادر سياسية قالت بأن نقاشات متعلقة بمستقبل العملية السياسية دارت في هذا الاجتماع، ويقول سياسيون بأن اللقاء أحيا حظوظ حزب الدعوة الحاكم بتولي رئاسة الوزراء من جديد. مصدر مقرب من مكتب التيار الصدري أكد وهو في النجف أكد بأن العبادي والصدر ناقشا مستقبل العملية السياسية كما قال بعد الأزمة السياسية التي تسببت بها نتائج الانتخابات التشريعية. أوضح بأن الجانبين شددا على ضرورة الإسراع في إجراء عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي تمهيدا للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي يرى بأن هذا اللقاء يندرج ضمن التفاهمات السياسية التي من حق رئيس الوزراء أن يجريها كما يقول، وأوضح في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الأجواء الآن مهيئة لتولي حزب الدعوة ولاية جديدة. معروف بأن حزب الدعوة تولى رئاسة الوزراء في العراق بعد الاحتلال الأمريكي والغزو 4 مرات سابقة، الأولى للقيادي في الحزب إبراهيم الجعفري في عام 2005، وتلاه الأمين العام في ذلك الوقت للحزب نوري المالكي بولايتين في عامي 2006 و2010، وأخيرا حكومة حيدر العبادي الذي تولى رئاسة الحكومة عام 2014. سعد المطلبي أوضح بأن حظوظ حيدر العبادي في تولي رئاسة الوزراء مجددا ما تزال قائمة، وأكد بأن معلومات تشير إلى أن نائب الرئيس نوري المالكي لن يرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لكنه قد يدعم بعض المرشحين. سعد المطلبي كذلك لفت إلى أن التقارب بين ائتلاف دولة القانون وتحالف النصر خلال المرحلة الحالية يجب أن يكون أمرا طبيعيا، لأن نوري المالكي وحيدر العبادي ينتميان للحزب نفسه حزب الدعوة. وبين بأن التحالفات النهائية لا يمكن أن تكتمل إلا بعد ظهور نتائج العد والفرز اليدوي. كذلك أضاف أنه من حق أي شخص كما يقول بأن يرشح إلى منصب رئاسة الوزراء، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالأطراف التي تكون قادرة على تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى. البارحة وصل حيدر العبادي رئيس الحكومة إلى محافظة النجف، ومصادر سياسية أكدت بأن رئيس الحكومة سيلتقي مراجع وزعماء دينيين وسياسيين خلال زيارته. أوضحت المصادر بأن هذه الزيارة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة لانتشال العملية السياسية من أزماتها. مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في بيان مقتضب بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي وصل إلى محافظة النجف من دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكن مصدر سياسي مقرب من الحكومة قال بأن العبادي زار النجف من أجل حشد مزيد من التأييد
للقاء السياسي الموسع الذي دعا إلى عقده قبل نحو 10 أيام من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها هذه العملية، خاصة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الشهر الماضي. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا اللقاء، لقاء رئيس الحكومة حيدر العبادي ومقتدى الصدر في محافظة النجف. معنا اتصال أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. على قناة الأفضل البطلة، رحم الله والديكم، رحم الله والدي القناة اللي تعرض الحقيقة، يعني الحقيقة الموجود بالشعب العراقي. أهلا بك، حياك الله. وبيك والله أستاذ عمر، هالحكومة ما أدري يعني شون 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 تصرفاته، ما أدري شو مثل اللي قاعد يعقول على عقول الشعب العراقي. هذا يقول حيدر العبادي كان بالنجف يقول أمانة الشعب بعناقنا، وما يا عم ايش خليت بالشعب؟ ايش خليت بالشعب؟ ايش خليته بالشعب؟ عمي مو يزي عاد يزي يكفي اللعبة هذه، تضعفون على الشعب، يكفي وصلتوا العراق للمرحلة، يكفي هجمتوا بيوت العراقيين بالحالة هاي الردية سويتوها، دمرت المحافظات، يكفي. والله لا حيدر العبادي لا مقتدى، من مقتدى قلنا ان شاء الله مقتدى راح يلزمها بس والله ما ظنتي اذا كان مقتدى هو يضحك على 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 ديانته، وهذا يشوف حال الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي بالاخص احنا شيعه وسنه، الشيعه اكثر الناس تدمروا، والسنه هجمت بيوتهم والمعاولات، ايش خلوا بعد بالعراق؟ ايش خلوا بالعراق؟ عم التفتوا على الشعب العراقي استاذ عمر؟ نعم استاذ عمر، والله من سياسه، والله من سياسه العراق هاي، والله. نعم زين ابو يحيى، يعني ما ادري ايش يعني هاي اللقاءات هم قبل الانتخابات قال لك التغيير والانتخابات القادمة مختلفة وراح تنتج حكومة تكنوقراط وإلى من هذا الحديث. اليوم نفس الوجوه راح تتحالف ربما بتغييرات يعني بسيطة جدا، لكن نفس الأحزاب، حظوظ حزب الدعوة لتشكيل الحكومة مثل ما حدث في 2014 و2010 و2006، نفس الوجوه ونفس الكتل ونفس الأحزاب، ايش راح يصير من تغيير العاد؟ استاذ عمر والله ماكو تغيير، والله بس بقى الشعب العراقي، هذا قاعد يكذبون على الشعب على الانتخابات، زين انحرق الصناديق من هو؟ ليش بهذا الوقت اللي قالوا فرز عاد يدوي ليش انحرقان؟ وين اللي حرقين؟ من وراء الحرقه؟ طلعوه بالتلفزيون انه الشعب العراقي كان جريمه يطلعون يساعد معا، يعني يساعد معا وسيطرنا على الحريق عم اكلاوات وما اكلاوات. كلاوات هاي الحكومة العقلة، كلاوات هاي كلاوات قاعدة يضحكون على الشعب العراقي أستاذ عمر، أستاذ عمر يضحكون على الشعب العراقي. والله بس الشعب وينك يا الشعب العراقي؟ وينك نايم جوا الداع؟ وينك؟ وينك يا الشعب العراقي؟ وينك؟ وينك قلت على الرؤوس هاي اللي متروسة يضحكون عني؟ هذا يقول انتم انتم فد 4 سنوات النوم، يقول الشعب هذا يقول يابا خلونا نشوفوا ايش راح نسوي، ونفس الوجوه نفس الطاس ونفس الحمار، الطاس اللي مخضره بها خضار خرع عقرب، نفس الوجوه نفس تبقى. بس والله شعب العراقي والله ما يسكت، والله ما يسكت، بس صارت احزاب وشغلات دينيه تشرب على قامه ووقفوه، وقف امشي تعرج يا ابو مقتدى الصدر، الخاطر نعيدك البيضه، خاطر نعيدك دعك الشعب العراقي صارت الك، يطلعوا ويا هذا ويطلعوا ويا ذاك، مدبرين الشعب العراقي كله كذب وكلاوات، كله كذب وكلاوات. يا مقتدى الصدر ابوك بروح ابوك، يعني نقول لك بروح ابوك، الشعب العراقي انتهى تدمر، جوعك تلف، عالم الالف الدوله ما تلقى، يا وقت هذا الشعب العراقي ونايم على النفط وعلى على 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 الخير، هذا الخير نايم 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 نايم، الشعب العراقي يعبر من جواه والدول الجوار، ايران عمي يكفي ايران، ما يخالف انتم تبعين ايران، ما يخالف وقفوا لكم حال، يكفي اعطيتوها وشبعتوها ودمرتونا ودخلتوا علينا المواد الفاسده والسم، دخلتوا من ايران علينا عمي. شوف هسه ايران سوت بالجنوب،
شباب الجنوب سوت بالكبسه والحبوب، سوت دمرت السنه من محافظاتها جابت داعش، ومن دمرت محافظات الجنوب بالهاي كيلو كبسله وحب ومخدرات. عيب والله تروح على المسلم يا استاذ الشيعه افهموا انتم السنه شنو ماشيين تبقى مصالحه وطنيه. عمي والله كذب، والله كذب بس الكراسي والله كذب. قاعد يفتروا عليهم ينطوا له مال 50,000 و 100,000 ينتخبونه ويرجع نفس الكراسي وما يحكي، يقول انا احكي ما عندي نفس ذي. هذا السياسي السنه ها لك عمي، لك عمي والله يا شعب العراقي اتوسل عبروسكم عبروسكم انهضوا انهضوا. الحكومه ما تبدل اذا مو صوت 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 لا لا احد يقدر قدامكم. نعم ابوي. انا نفس الطاس نفس العمه والله استاذ عمر. بالقران الكريم استاذ عمر الله يكد علي انا ما اتغير الا بقندر اتغير الا بكلاسي يغيرون. نعم والله العظيم. ابو يحيى من ديالى كان معنا، شكرا لك. طبعا المصدر السياسي أكد بأن رئيس الحكومة سيلتقي كما أشرنا مراجع دين وزعامات سياسية في محافظة النجف في لقاءات الفرصة الأخيرة كما أسماها التي تسبق احتمال حدوث فراغ دستوري في البلد مطلع الشهر المقبل. أشار المصدر السياسي إلى أن رئيس الحكومة حيدر العبادي وفريقه يجرون الاتصالات على مختلف الأصعدة من أجل إنجاح اللقاء الموسع، ورجح عقد اللقاء نهاية الأسبوع الحالي الذي يجمع زعامات الكتل السياسية لتلافي كما أسمها حدوث إرباك يهدد العملية السياسية مع نهاية عمر البرلمان في 30 من الشهر الجاري. لفت إلى أن الاجتماع سيدعو الجميع إلى الالتزام بما أقره القضاء فيما يتعلق بإعادة العدوى الفرز اليدوي، وقال رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن العراق لا يمكن أن يعود إلى الوراء كما يقول، وبين خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته إلى النجف أن تحدي الانتخابات لن يكون أكبر من تحدي تنظيم داعش، وأشار إلى أن العملية السياسية تحتاج إلى توافق لكن ليس على حساب العراق كما قال، وأوضح بأن حكومته لن تكون جزءا من عملية تزوير الانتخابات. معنا اتصال أبو علي من كربلاء. أبو علي شلونك أبو علي؟ الله يرضى عنك عمي الله يعطيك العافية. أنا والبارحة اتصل شو الواحد ينقطع ما أدري. نعم الله يسلمك. شنو رأيك باللقاء اللي صار بالنجف بين حيدر العبادي ومقتدى الصدر؟ أنا أقول لك ما أنا يعني قبل الانتخابات وكنت بالانتخابات أنا كنت بإيران والتقيت ببعض النواب. أنا أقول لك شو حصير. إحنا للأسف الشعب العراقي طيب ودائما ينسى ويعرف الشعب العراقي هذول الفرقة اللي فايزين على أساس مقتدى إنت شوية طلعات زينة بس صاروا جوا المالكي والحكيم وحتى على التواصل الاجتماعي قالوا له إحنا ما نعرف ننتخبهم بحيث ليش تقبلك؟ أكو شيء اسمه الأحزاب الإسلامية، شيء اسمه المذهب، فهم يتحدون باسم المذهب، يقشمون العالم باسم المذهب، بس هم يتحدون نفسهم. وحتى ذولا واقعا أنا قاعد يوم عاجي أما حتى ذولا اللي يختلف وياهم في الرأي من ينطوا منصب ينقلوا 360 درجة. فيا جماعة خفت مدري بأجنة يقول ما يشوف من وراء من خلال أنا العلمة يا أخي هذول باعونا والله لا مقتدى ولا هذول ناس طائفية ما يفكرون بالعراق والطائف لا يمكن أن يكون وطني. أنا وارد أقول لك شلون انتخابات وتتدري واريا عراقي تعرف هاي السوالف أنا فقط علي أنا والله هذول باسم الإسلام أنا كشيعي وهذول خلينا نكون واقعين الحكومة شيعية ما في شغلة لأن أكثر رئيس الوزراء غير بيد الحكم. أنت لا تمثلون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. علي بن أبي طالب من الحكومة قال إذا خرجت أكثر من مزرعة هذا هذه فاعلموا أني خائن. هذول كانوا شنو هم أنا أعرفهم شنو حفاة عراق جياع عايشين على المساعدات. يا جماعة يا عراقيين يا عيني أنتم شوفوا شنو الحواشي مالتهم وهم والله أني أخاف أقدر أصور قبل مناطق مثل الحكيم وغير الحكيم. تعال شوفوا المسبح
تعالوا شوف القصور اللي عايشين بيها، استلموا المليارات الدولارات، وين صار؟ الى متى يا اخي يا حبيبي يا عراقي؟ صار 15 سنه قابل احنا مختبر، الى متى؟ اذا واحد عمره 45 سنه و15 صار 60 سنه، الشاب شو راح يعيش؟ يا اخي احنا لازم هاي الدوله بعض، والله ما يصير رئيس وزراء الا ثلاثه يوافقون عليها، المرجعيه وايران وامريكا. ايران تقول اللي يجي لازم يصير جندي عند قاسم سليماني، ومقتدي الصدر ادى لقاء انا ما اكل كيفي. قال له انا منو اكثر شخصيه تلعب بالعراق؟ قال قاسم سليماني. يا اخي اذا انت عندك حب ولا لايران مو مشكله، تخلي تعامل وياها ذله، تعامل مصلحه. الى متى احنا؟ والله قال السستاني على عين وراس السستاني هو واحترامه. يا عيني انا ليش ما يطلع يحكي وياي؟ ليش ما يطلع يحكي وياي؟ يعني أنا مو مستوى الشعب العراقي، مو مستوى هو ما يعرف يخلونه مترجم. أنا ليش دائما إيراني؟ ليش دائما المرجع إيراني؟ التقليد إيراني؟ بعدين اسألوا كل المشايخ مالتكم، قولوا لهم ايش قد صار التقليد ويحتاج إلى مرجع؟ شو راح يقولوا لكم؟ يقولوا لكم إيه أنت من تتمرض لازم تروح للدكتور. إيه أنا أروح لغير دكتور للدكتور؟ أي واحد يسأل عندك مسألة شرعية؟ التقليد ما له وجود يا أخي. أكثر شيء صار له 90 سنة من زمان كابهم العائلي هسه قشمروا علي انا، يقولون عمل بدون تقليد حرام ما له وجود. اسال الشيوخ احنا الى متى متابعين الى ايران؟ ليش نفكر بس بالمذهب؟ شوف اللي يفكر بالمذهب راح يستعان بالمذهب عليك اني كنت يا اخي. هذول ما يؤمنون اصلا بالانتخابات، لو يؤمنون بالانتخابات والهم صحيح دخل بالمجتمع، والله اقل من 15%. اذا هي كربلاء والنجف قالوا 200 الف يا اخوان. الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟ زين ابو علي، ابو علي اريد اسالك، البارحه من التقى وقال لك اتفقوا على نقاط لتشكيل التحالف بين سائرون والنصر. النقاط دعوا الى تحالف عابر للطائفيه، هاي اول نقطه. واريد اسالك هم على نقطه ثانيه وهو الاستمرار بمحاربه الفساد. شنو رايك؟ طبعا هو النقاط ثمانيه، شنو رايك بهاي النقطتين؟ عمي والله استاذ عمر فدر على كل يدي، تسمعني؟ اسمعك اسمعك طبعا. والله كل ما يقولون هو بالعكس. اذا كان وحده وطنيه ماكو، اذا قالوا عابر للطائفيه والله الذي لا اله الا الله ماكو هذا الشيء. يعني هو حرامي، هو جاب الامريكي، هو ما يفكر غير بالمنصب. انت شلون تتصور هذا يفيدك؟ هذا اناني، هذا ترس بطنه حرام، وجود حرام، أطفال حرام. أنا أحكي ويا الضمير العراقي يا خلال، حرامي حرامي حرامي. زين إذا فد مرة واحد يبوقك ويقشمرك، يلا صار هذا قشمرك، ليش مرة ثانية و15 و16 إلى متى؟ أنا أكد لك والله لو يقول بعد 50 سنة هاي الدولة طب من الشباس الطب تطلع من الباب وهكذا وتستمر عليها وكاتلهم بس المذهباني. هواي حسيت ويا 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 أعضاء برلمان زين قالوا العدو حلو المذهب. يا اخي المذهب، يا اخي المذهب، انت احكم بما يرضي الله. انتم كلكم احزاب اسلاميه، يعني هو هذا علي بن ابي طالب يريد منكم؟ من اذان مين؟ فقد اذاني رسول الله يقول. يعني انت لازم تعاني. انا اعرف انا مشتغل يوم لحد 2000 والحو 10 انا اعرف. يعني انت تشوف النقاط اللي تم الاتفاق عليها بالعكس تكون معكوسه. اي والله اي والله عمي والله معكوسه والله. بس يفكروا هذا تحالفهم ضد الشعب العراقي بنفعهم، والله بس بنفعهم يا يابا، والله بس بنفعهم. الله يعين الشعب العراقي. ابو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك باللقاء اللي صار البارحه بين الصدر والعبادي؟ والله استاذ حسن راح اجاوبك. نعم. الشيء بشيء يذكر، كنت اتمنى لو انت اليوم مسوي برنامج حول مقارنه ما بين الانتخابات التركيه والانتخابات العراقيه. نعم. وتشوف. بس انا سمعت خبر يقول لك، سمعت خبر يقول انه اردوغان طالب بالمفوضيه هاي بالعراق تجي بتركيا هي تشرف على الانتخابات مع الاجهزه. ها بدون الاجهزه ما يجونه. فيقول لك الجماعه طالبين ما ادري كم مليار دولار مقابل هذول المفوضيه، لانه اعظم اشرف مفوضيه والاحتفاليين طالبين عليهم فلوس زين، قام يشتغلون عليهم برا همين زين. بس كان بالنسبه لهذه التشريفات اللي اذا تذكرها انت، هذه
يعني بصراحه بصراحه يعني الشيء بشيء يذكر، يعني الامثله تضرب وتقاس. يعني هاي اشبه، يعني اليوم اشبه بزواج المتعه. اليوم الزوج باكر بصراحه شفتهم انت ويا الفتح ويا عمار ويا ذاك ويا ذاك يخيطون ويخربطون بكيفهم، وهم كل شيء ما بيديهم طبعا بالقران بالله العظيم كل شيء ما بيديهم دولة ما يحلون ويربطون، مستحيل يسوون حكومه بدون امر امريكا والسفاره الامريكيه الموجوده ببغداد مستابع المستحيل، تطلع نخله براسهم. بس انا اقول لك تحالف مقتدى وتحالف حيدر هو من ضمن البرنامج المشروع الامريكي، يريدك يقول لك احنا نريد ضد ايران، احنا قلبنا على ايران، اذا انت تبقى ويا ايران وتريد ايران وما ادري شنو تربطك عقيده دينيه، عقيده وطنيه، عقيده قوميه، تبعيه ايرانيه، هذا انساها. زين هذا بطلوها بعد، انسوها، تريد اهلا وسهلا، ما تريد ترى اكو الف واحد نجيب لنا زبال، زبال موجود، زبالين موجودين بالعراق، نجيب لنا زبال ونخليه يسوي رئيس وزراء غصبا ما عليكم، واكبر واحد نيجيريا. زين غصبا ما عليكم كلكم، واحد يقدر يتحقق، لانهم جابوا بالسباح، جابوا نائب ضابط، جابوا شرطي، جابوا يعني شكو واحد حرامي نجري نشال طالع من السجن جابوه، ضيحت القاع، هم هذول ما يقدروا يجيبون زبال يخلون رئيس وزراء. الله يخليك استاذ عمر. فاحنا اذا نبقى نظل على هذا تحالف ويا ذاك وذاك تحالف ويا هذا، هذا كلها كاذيب. انت عليك انت بالخبر اليقين. زين ابو عمر، يعني برايك حظوظ حيدر العبادي لتولي رئاسه وزراء لولايه ثانيه الان اصبحت يعني كبيره؟ لا 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 تصبح كبيره ولا هم يحزنون اصلا، هم ما يريدون لا حيدر ولا هم يحزنون. يجوز يسووه وزير خارجيه، يسووه وزير بحد الوزارات، زين بس ما يجيبوه له، مستحيل ما يجيبوه له. هم عندهم شخصيه مختاريها، الشخصيه نوعا ما تريد تتقرب للمشهد العراقي شوي شويه. شوف من عاد يختارون، يقول لك احنا المقتدى بيعترف. هو شنو السبب؟ غير التعليمات اللي جايت للمقتدى قايل لك قول انه نريد من خارج الاحزاب، نريد من خارج هذا الشخصيات. انا سالت ابو علي على النقاط اللي تم الاتفاق عليها، سالته على نقطتين قال يعني هاي النقاط بالعكس اقراها. النقطة الثالثة يقول تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، شنو رأيك بهذه النقطة؟ والله أستاذ هو ما يعرف شنو معنى تكنوقراط، هو عباله تنكشية مطيرشية وجابونا أنا فنجان فنجان الحمامي مطيرشي جابوا سووا تكنوقراط، هذاك اللاخ ما أدري من وجابوا سووا تكنوقراط، قالوا والله شنو جابونا واحد اللاخ قالوا هذا يا بيت، والله ما ادري ايش اقول لك استاذ عمر. هذول الضحك مو بيديهم، حتى الوزراء راح يستخدموهم من قبل السفاره الامريكيه. استاذ عمر اذا تسمح لي دقيقه واحده. نعم. نعم ابو عمر تفضل. المقتدى ويتوسلون المقتدى، زين انتم نسيتوا المقتدى؟ مقتدى ب 22 شباط 2006 زين نسيتوا سوى باذن السنه وجماعه قتل بعشرات الالاف، يعني هاي كلها مو بعينكم، يعني شو تريدون انتم؟ اجتب يوم واحد المنظمات الحقوقيه الدوليه وثقت بالمشرحه خلينا يسمحوها بالطب العدلي، مقتل اكثر من 70 شخص من طفل الى شاب الى رجل الى شيخ اسمه عمر، زين اسمه عمر خلي يكون بعلمهم، زين عاد هذا ضحك على العالم. والله ابوه كان طيب، ابوه انت قاري كتب مال ابوه؟ قاري كتب ابوه؟ قاري كتب المراجع؟ زين هذه المراجع ما تصير مرجعيه اذا ما اول خمس شروط لازم يقوم بها، واحده من الشروط اما الاشراك بالله او الطعن بالقران او سب الرسول والطعن بحقه وشرفه او سب ولعن الصحابه. زين انت شنو على اي اساس تعتمد على ذولا؟ فهذول الا اللهم ضايعين الاول والثاني، صون شعافهم ضايعين، اقول لك صريح العباره. وانا اشكرك استاذ عمر. ابو عمر من سليمانيه كان معنا، اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين أخوي العزيز. حياك الله. أستاذ عمر، يعني إحنا نقول إذا هم بيناتهم ما متفاهمين، يعني يوم يتفقون يوم يختلفون، طيب شنو راح يخدمون العراق؟ وبعدين هو من استلم حزب الدعوة رئاسة الوزراء؟ شنو اللي يقدمون للشعب؟ وهو بالأساس مقتدى اللي يدعي نفسه بأنه وطني ويريد يكون حكومة عابرة للطائفية ويتحالف ويا حيدر العبادي ويتحالف ويا هادي العامري، وهو يعرف كل زين بأنه حزب الدعوة
مرتبط ارتباط مباشر بإيران. طيب أنت مو كنت تقول أنا ضد إيران؟ شنو اللي خلاك هسه تتحالف وياهم وتريد تشكل حكومة عابرة للطائفية؟ بعدين هو مو من البداية احنا نسمع يقول هو ضد حزب الدعوة. شلون هسه والله ما نفتهم يعني نقول مع الأسف والله يا أستاذ عمر هاي الوجوه الكالحة هي اللي قامت تحكم العراق. وبعدين هو مقتدى الصدر شو صار سياسي حتى يحكم بلد مثل العراق؟ يعني قلناها سابقا والله العظيم من تريد تناقش أنا واحد من الناس كنت أتناقش ويا جماعة ببغداد من تقول له أنت شلون تأيد مقتدى وأنت تعرف كل زين بأنه مقتدى مو أهل لأن يحكم بلد ويسيطر على أمور بلد. يجاوبك يقول لك والله احنا نعرف بان مقتدى مو اهل لحكم العراق لكن احنا نأيده لاجل ابوه محمد الصدر. يعني معقوله انتم تأيدون شخص مزاجي ومتقلب وما يعرف يحكي بحجه ابوه كان رجل دين؟ والله يا استاذ عمر اني شخصيا سمعت من شخص ببغداد كان يدرس بالحوزه العلميه بالنجف بزمن صدام حسين والله قالها بعظمه لسانه يقول محمد الصدر فسق مقتدى من ذاك الوقت. يعني من ذاك الوقت يقول قال لنا هذا ابني فاسق. هذا على لسان الشخص اللي نقل لي اياها والله شاهد. زين ما نريد نخوض باللي راح ابو ناصر ماشي. دعم وتقويه الجيش والشرطه والقوات الامنيه وحصر السلاح بيد الدوله والحفاظ على هيبتها وما تحقق من انجازات، هاي النقطه الرابعه من النقاط اللي تم الاتفاق عليها بين تحالف السائرون وتحالف النصر، شنو رايك بهاي النقطة؟ والله يا استاذ عمر احنا وحضراتكم وكل العالم شافوا اللي صار بمدينة الصدر، التفجير اللي صار كدس العتاد، طيب هذا لمن تابع اذا هم يريدون حصر السلاح بيد الدولة؟ نعم. طيب قبل كم يوم انقتل مدير جوازات بابل. نعم. وبسيارة وطبقوا على سيارته وفتحوا الباب وقتلوا وسحبوا السويتش مال السيارة وطلعوا. طيب وين تصريحاتهم بحصر السلاح بيد الدوله؟ منو اللي قاعد يأيد ذولا؟ منو قاعد اللي يخليهم مسيطرين بهيك سيطره كامله؟ يعني بيوم قبل كم يوم انا شفت يعني مقطع فيديو صايره معارك بين عشيرتين بمدينه الصدر وصارت ملحمه، يعني تقول عبالك معركه صايره معركه كبرى. هذا السلاح وينه؟ منو اللي نطاهم السلاح؟ وين تصريحاتكم تقولون حصر السلاح بيد الدوله؟ منو اللي يأيد هذولا؟ يعني في الوضعية تعبانة، وضعية مهزلة، يعني مهزلة صايرة بالبلد. يجوا ناس دي يحكمون البلد مو لأجل العراق، دي يحكمون لأجل مذهبهم وهم يعرفون كل الزين الموجودين بالعملية السياسية والأحزاب الموجودة، كل هذول ارتباطهم بإيران. وهي إيران شو وقت رادت مصلحة العراق حتى هسه قاعد تتدخل وتريد مصلحة العراق؟ يعني هسه حكومة أستاذ عمر ما تتشكل بالعراق إذا مو موافقة إيران، إذا ما وافقت عليها إيران ما راح تتشكل الحكومة. ومقتدى الصدر كل إحنا نعرف إنسان متقلب، يوم يحكي شكل وباكر يغير كلامه، ما عنده موقف ثابت نهائيا. وشفناه إحنا من راحوا وجماعته واقتحموا مجلس النواب شلون صارت مفاوضات بيناتهم واستلم المقسوم ودار وجهه وطلع. هذا كل ما في الأمر. يعني ماكو حكومة تشكل هاي، إذا شكلت أستاذ عمر، إذا شكلت حكومة عن قريب هاي لا سامح الله إذا ما سواها المالكي حرب طائفية أو نقدر نقول حرب شيعية، لأنه المالكي يريد الحكم ويريد يستلم رئاسة الوزراء مرة ثانية ثالثة ومو ثانية. وحزب الدعوة موجود والعراق ما راح يشوف خير ما دام هذولا موجودين على رأس السلطة بالبلد. نعم. وانا اشكرك. ابو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله تسمعيني؟ نعم. اتصال ام عبد الله، يبدو ما تسمعنا ام عبد الله. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى. يقول السلام عليكم، اخوكم قاسم من البصره. هذه حكومه عصابه كما اسماها. ابو عارف من بابل يقول بقي لمقتدى الصدر تحالف اخر ليصبح الحد الاعلى للتحالفات وفق قاعده مثنى وثلاثه ورباع، حيث انه في تحالفه مع العبادي يعيد الضبابيه مره اخرى للصيغه المستقبليه للحكومه المرتقبه بعد تحالفه الاول مع علاوي وتحالفه الثاني مع العامري، وهذا يدل على تخبط وعدم وجود استراتيجيه ومشروع لدى الصدر. لذلك اما ما يهمنا كعراقيين من الحكومه المرتقبه هي الخدمات والعداله والامان، ولا شيء من هذا سيتحقق لان السراق كما يقول نفسهم سيعاد تدويرهم، ولا امان أو عدالة لأن الميليشيات وسلاحها باقي كسلطة أعلى من الدولة. نعم، أستاذ عمر يقول الذي دمر العراق هذا الدين المزيف كما يقول، لأن بالعراق يحكم تجار وعملاء لا يخافون ولا يستحون. أين الشعب؟ انتفضوا لكرامتكم وشرفكم، يكفي مهازل ومخدرات كما يقول. رسالة أخرى يقول لا أمل يرجى للشعب العراقي الذي أصبح لا يحرك ساكنا لمصلحة الوطن، وترك أقطاب العملية السياسية البائسة يعثون في الأرض فسادا. ضاعت الصفات الحميدة التي كان يتصف بها العراقي. رسالة من ابن ميسان. معنا اتصال أبو محمد من صلاح الدين، تفضل أبو محمد. ابو محمد الو، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي بالنسبه للحكومه اللي تحكي عليها، العراق وصل لشاره لو بعد 100 سنه. نعم. يعني الحل الوحيد يعني هم لو يحبون العراق ويردون العراق هو محلولة، يعني حل بسيط. القوائم تنزل ما تنزل باسم الأحزاب. نعم. يوضعون مادة بالدستور، القوائم تنزل ما تنزل باسم الأحزاب، تنزل باسم المحافظات. باسم محافظة بغداد قائمة، كل من يرشح خليه يرشح. باسم محافظة صلاح الدين، باسم محافظة الموصل، باسم محافظة كل المحافظات تنزل القوائم هالشكل. وتخلص من الاحزاب، لان هي طالما الروس موجوده مال الاحزاب العراق ما تصير اشاره نهائيا. حتى لو يتغير كل البرلمان ورؤساء الكتل موجودين نفسهم ما يرهم الاشاره. الا يصير ماده جديده بالدستور يغيروها، هذا الدستور الاشاره العلينه زين، تنزل قوائم باسم المحافظات، كل محافظه محافظه، وخلي ينزل مجلس النواب، بغداد خلي يرشحون 2000 واحد. كل من يفوز خلي يفوز، صلاح الدين كذلك، البصره كذلك. يلا العراق اصيل لشاره. طالما هذول موجودين، هاي الوجوه الكلحه الموجوده، العراق ما اصيل لشاره نهائيا، يعني هيك هذا حكي يعني زايد وتعب زايد عليكم وعلى الشعب العراقي نهائيا يعني. زين؟ انا هذا رايي المتواضع البسيط. نعم. زين؟ انا هذا رايي وشكرا. ابو محمد من صلاح الدين كان معنا. أم عبد الله من بغداد عاودت الاتصال معنا، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلاً وسهلاً بك. أستاذ الاجتماعات اللي تصير خاصة في الاجتماع الأخير بين السيد مقتدى الصدر والعبادي، ماكو أي شيء تغيير جديد، هو نفسه تحالف طائفي. ما شفنا يعني السيد مقتدى أو العبادي جاب واحد من رجال السياسيين السنة وبعدوا كلهم سوى لمصلحة العراق، ماكو هذا. يعني إذا خلينا صور الحكومة الإيرانية في وزاراتنا أو في مجلس الوزراء، إحنا شلون راح نحكم العراق؟ شلون راح يشترك كل طوائف العراق بحكم العراق؟ يعني هذا طبعا إحنا السياسة. نعم. رجال السياسه دعاه كل قتل دمار ذبح تدمير وحرق،
هو اخر اخر شيء اخر مثلا اللي يقول واحد يريد يسوي له علاج الكي فهو عند الحرج اللي هو اخر شيء. ام عبد الله اكو مشكله بالصوت. ام عبد الله شكرا. ام عبد الله من بغداد. رساله اخرى يقول مبروك للامارات السعي المحموم لتشكيل الكتله الاكبر التي تستطيع اعلان الحكومه الجديده في بغداد، يثير التساؤلات ويوجه اصابع الاتهام للكتل الفائزه بتزوير نتائج الانتخابات الاخيره والوقوف وراء عمليه احراق صناديق الاقتراع او اجهزه العدوى الفرز الاخيره، حيث اكد المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الاتفاقات السابقه مع سائرون ما تزال سارية، ومنها اللقاءات التي حصلت بين الصدر ورئيس الوزراء المنتهي ولايته حيدر العبادي، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. طبعا عضو البرلمان اسكندر وتوت يعني تحدث عن ضرورة الإسراع في إنجاز عملية العدوى الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وبين بأن التأخير يعني يفسح المجال أمام المزورين. دعا القضاة المنتدبين لمفوضية الانتخابات إلى وضع جدول زمني لإنجاز مهمتهم، وحذر من تعقد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن. من النقاط اللي ذكرناها طبعا نقطة الرابعة دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات، النقطة السادسة الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدول كما لا يسمح بتدخل الآخرين في شؤوننا. النقطة السابعة دعم إصلاح نظام القضاء وتفعيل دور الادعاء العام. النقطة الثامنة الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا والتأكيد على التداول السلمي. هذه النقاط اللي تم الاتفاق عليها ما بين سائرون وما بين النصر في اجتماع البارحة اللي جمع رئيس الحكومة حيدر العبادي ومقتدى الصدر. طبعا موضوع متصل بالانتخابات وما حدث يوم أمس من سقوط أجهزة العدوى الفرز الإلكترونية على موظفي المفوضية، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي اتهم من سماهم بالمزورين بالتورط بحادثة سقوط صناديق الاقتراع، وقال بأن المزورين يحاولون إخفاء الأدلة، ولفت إلى أن سقوط الأجهزة بهذه الطريقة مضحكة كما سماها وليست حقيقية، وأضاف بأن الجهات السياسية التي زورت الانتخابات تخشى من كشف الحقائق والتحقق من الأصوات. معنا اتصال علي من ميسان، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا علي. والله أستاذي احنا حيل مستفيدين من ميسان، لا العمارة لا ماي لا كهرباء. علي انقطع الاتصال مع علي. طبعا كذلك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل النوري قال بأن الأيادي التي أحرقت مخازن الرصافة هي نفسها التي افتعلت حادثة تحطم أجهزة العدوى الفرز اليوم. طبعا البارحة تحدثنا في نهاية حلقة البارحة عن هذا الموضوع، وكان يعني اقتصر الموضوع على جرحى. اليوم توفي أحد موظفي المفوضية وهناك جرحى كما أشرنا. اتصال آخر معنا أبو علي من أبو غراب، تفضل أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يخليك. الله يسلمك. أقول لك أستاذي هاي المفوضية لو الانتخابات هاي ما تهمنا، إحنا ما عندنا حكومة ولا نفكر بالحكومة، إحنا نفكر بالعيشة مالتنا. إي وريد لنا واحد مثل حمزه يقول لنا اخرج يا اخوه الايمان، يا واحد من عندكم يقول لنا اخرج يا اخوه الايمان. الحمد لله والشكر ترى انا عايشين، والحمد لله ماي وكهرباء، والحمد لله متوفره ابو غراب كل شيء ما بيها. اي والله العظيم الحمد لله والشكر. بعدين
يعني الامور زينه ابو غراب، كل شيء ما ناقص. لا والله كل شيء ما ناقصنا، واحنا حساسين على ابو الحكومه. لا ابو الحكومه، هاي الحكومه هاي هربجي، هاي هربجي حكومه، يعني واحد ينافس بالاخر. احنا ما نفكر بالحكومه، احنا نفكر بالعيشه. نعم زين، مو العيشه اذا مو اكو حكومه صحيحه وحكومه تريد تبني، ما راح تجيك العيشه بسهوله. اخي هذول اللي بالخارج جاي يفكرون بالحكومه، احنا ما نفكر بالحكومه، انتم جاي تفكرون بالحكومه. وجاي ابو علي يا حكومه، ايش نفكر احنا بالحكومه؟ انت دا تصيب وتشتم بالحكومه. ما نفكر بيها والله. يا ابو علي بس اسمح لي، بس اسمح لي، لا تفكر انت بالحكومه. ابو علي انت لا تفكر بالحكومه زين، انت اذا ما عندك حكومه تبلط وحكومه تسوي لك مجاري وتجر لك كهرباء وتوفر لك امن، الحمد لله شلون تعيش لعاد؟ مجاري والحمد لله كهرباء موجوده. تمام ابو علي من ابو غريب، ما ادري كلامه. ام زمزم من بغداد، تفضل يا ام زمزم. ام زمزم تسمعيني؟ فقد اتصال مع ام زمزم. خلونا ناخذ مقتطف للنائب عبد الكريم عبطان، ويقول فيه بان جريمه تزوير الانتخابات هي جريمه واضحه وكامله بكل اركانها. خلونا ناخذ مقطع عبد الكريم عبطان. جريمه كامله، شخوصها اللي زوروا كاملين، اللي استوردوا الاجهزه المزيفه اللي هدرت عليها ملايين الدولارات واضحين. شهد شاهد من أهلها شهود مكتملين شهادة البدران بتزوير 800,000 ورقة حشو وتزوير وإلى آخره في بغداد فقط لوحدها، وكذلك السيد سعد كاكائي، وكذلك بعد أن كانت هذه معالم الجريمة ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقاموا بحرق هذه الأجهزة وحرق هذه الصناديق لغرض إخفاء الجريمة. فإذا الجريمة واضحة، وعلى القضاء العراقي الذي نثق به عليه إصدار أوامر فورية والبدء بالتحقيق إلى أن تكتمل الصورة. نعم 800,000 فقط في بغداد بطاقة مزورة، كما قال النائب العبطان، قال بأن مدير المفوضية اعترف بوجود 800,000 بطاقة في بغداد. معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضل يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حييك وحيي القناه العظيمه وعامليها. اهلا وسهلا. بالنسبه لهاي الحكومه، احنا بعد غسلنا ايدينا 100 قالب صابون من هاي الحكومه، بس احنا نريد نعتب على الشعب، الشعب لازم ينهض، لانه هذول راح يبقون يمارسون بحياتهم متونسين، بازوا شعب، بازوا الشعب، بازوا الحكومة. أما أسأل سؤال واحد، أنا أقول شنو الدين؟ إجابة الدين على السياسة، إجابة مقتدى صدر، خليه هو يهتم الدين، خليه يهتم بديانته وديانة جماعته وكل أهل الدين، ما يصير الدين مع السياسة. أولا ما التحمت السياسة ويا الدين، السياسة لها موقع والدين إلى موقع، وكل من فهمه على قده، فهو مقتدى فهمه على قده، وين عنده ذيك السلطة وذيك القوة وذيك الإرادة حتى يحكم بلد أو غيره من المعممين أو هذا العامل الإيراني أو أي واحد من ذول الإيرانيين اللي جو. فالشعب، الشعب وين الكادر مالتنا؟ وين كادرنا؟ وقوتنا؟ وين كفاءتنا؟ هذول الكفاءات يريدون هم يطلعون وهم يحكمون، هم ينادون لهاي البلد ويندموهم ومنهم هذول؟ هذول ناس جبونا هم عايشين واحد وهنا وعوائلهم يتمتعون بالخارج، وتمتعوا بشبابنا بكل اموالنا وتمتعوا بكل حرية هذا البلد وخربوه، ايش خلوا به؟ نعم. فاحنا النادي لهسه اريد النداء للشعب، النداء للشعب ينهض، النداء للشعب للكفاءات هي تنهض وهي تحكم وهي اللي تناضل وهي اللي تكافح. واتمنى يكون هذا الشيء، واتمنى هذا الشيء يكون، وانا اشكرك. ام ازهار من بغداد كانت معنا. طبعا امين حزب الطليعه في العراق عبد الستار
الجميلي قال بأن السفارة الأمريكية في بغداد فرضت على مفوضية الانتخابات إعلان نسبة غير صحيحة ومزورة بشأن المشاركين بالانتخابات. أضاف بأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 18%، وأكد بأن السفير الأمريكي في بغداد اللي شاهدناه في أحد يعني أماكن الاقتراع التابعة للمفوضية هو من فرض على مفوضية الانتخابات إعلان نسبة المشاركة ب40%، وهو ما تسبب بإدخال البلاد بحسب الجميلي في دوامة بعد تزوير الانتخابات التي جرت في ظروف غير مواتية أصلا بحد قوله. واتهم مفوضية الانتخابات باستيراد أجهزة غير فعالة وغير آمنة سهلت عملية التزوير. رسالة في الواتساب يقول: السلام عليكم، أخوكم أبو عمر، أرجو منكم قراءة رسالتي إلى قناة الرافدين الموقرة الأولى في قول كلمة الحق في زمن لا نرى من الفضائيات الأخرى سوى الكذب والتطبيل للفاسدين. قال بأخي: أنا عراقي من محافظة أربيل من المناطق المتنازع عليها، هاجرنا إلى تركيا بسبب القتل والاعتقال الذي يطال الأبرياء. سؤالي: إلى متى يبقى العراق في هذا الظلام ولا يحرك ساكن، وأصبح العراق بيت منهوب من قبل الميليشيات الإيرانية والتابعة لإيران، حكومة حرامية وشخصية كرتونية كما يقول، يعني كل الانتخابات نفس الوجوه بس تغيير مكان الحرامي، يعني العراق ما يوجد بس هؤلاء الحرامية، خلي الشعب كما يقول العراق يشوف دول الجوار، خلي يشوف تركيا التي ما تمتلك ربع ثروات العراق، خلي يشوفون الشعب شلون عايش، يعني احنا وين نروح بعد حتى بالخارج فضحونا، الله يحشرهم بزمرة فرعون كما يقول. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها على موضوع لقاء الصدر والعبادي يوم أمس في محافظة النجف. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.